نذهب إلى مراسل العربي من تل أبيب أحمد دراوشة ليضعنا أيضا في ردود الفعل. أحمد أهلا بك معنا. يوم أمس كان هناك حالة من ردود الفعل الغاضبة، كان هناك تشنج كبير جدا من إن كان من بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين، كان هناك تصريحات عدة حول المحكمة وحول ما قدمه الفريق القانوني من جنوب أفريقيا. كيف تتم المتابعة الآن أحمد، وأيضا كيف ترصد ردود الفعل حول انعقاد هذه الجلسة أيضا الثانية اليوم وفريق الدفاع الإسرائيلي؟ متابعة حثيثة أحمد في إسرائيل لوقائع هذه المحكمة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تفتح هواءها لتغطية هذه الوقائع وتنقل لحظة بلحظة ما يدلي به ممثلو الدفاع الإسرائيلي أمام هذه المحكمة، لكن السياسيين الإسرائيليين صامتون، وهذا ربما بحد ذاته يكون إنجازا لهذه المحكمة التي نجحت في إجبار المسؤولين الإسرائيليين المعروفين بثرثرتهم وتعليقهم على كل شيء يحدث وله صلة بإسرائيل. هم صامتون منذ ساعات الصباح والمحكمة تجبرهم على الصمت. فيما يتعلق بالدفاع الإسرائيلي ومن تصريحات السياسيين الإسرائيليين، واضح أن أكثر ما تخشى منه إسرائيل خلال الفترة المقبلة هو أن تصدر المحكمة أمرا احترازيا بوقف الحرب على قطاع غزة، وهذا ما ركز عليه المستشار القضائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية في مستهل المرافعة الإسرائيلية أمام هذه المحكمة، عندما رفض التمييز بين حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على حد تعبيره وبين الحرب على قطاع غزة. قال إن المحكمة إن أصدرت أمرا بوقف الحرب على قطاع غزة، هذا يعني أنها ستسلب إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها وفي استعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. ومن أجل الضغط نفسيا على القضاء في هذه المحكمة، أحضر الوفد الإسرائيلي معه إلى المحكمة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. كذلك اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بأنها أهملت ما حدث في ما فعلته حماس في غلاف قطاع غزة، واتهموا حركة حماس بأنها هي التي شنت هذا الهجوم على إسرائيل. هذا أيضا استمرار لما كانت تتحدث به إسرائيل طوال الوقت الماضي من أجل تصوير الحرب الحالية على قطاع غزة على أنها تبدأ في 7 أكتوبر وليس بالاحتلال وبالنكبة عام 48 كما فعلت الدعوة الجنوب أفريقية بالأمس. كذلك كما كان متوقعا، محامي إسرائيل في مرافعته أحضر اقتباسات أخرى لمسؤولين إسرائيليين يدعي فيها أو يدعون فيها أن الحرب هي على حركة حماس وليس على أهالي قطاع غزة، من أجل القول أن التصريحات التي أوردتها جنوب أفريقيا بالأمس هي تصريحات مجتزأة ولا تعكس الحقيقة. وربما هنا تكون أهمية التصريحات الأخرى التي أوردتها جنوب أفريقيا في دعواها، وهي التصريحات التي أوردتها لأعضاء كنيست ولأشخاص في المعارضة الإسرائيلية ولإعلاميين وصحفيين إسرائيليين من أجل التدليل عن أن هناك أجواء عامة في إسرائيل تؤيد إبادة الشعب الفلسطيني وليس فقط تصريحات ذوي الاختصاص في إسرائيل. ترقب شديد جدا، خصوصا أن إسرائيل تخشى بالأساس وقف الحرب على قطاع غزة. أحمد، كيف ينظر إلى مجريات يوم أمس وحتى اليوم، الشعور العام، وخاصة بأن هناك كانت بعض التصريحات من محللين يعني يتحدثون عن خسارة؟ بالفعل هم يعتقدون أن مجرد أن تكون إسرائيل أمام هذه المحكمة ومجرد أن تناقش وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل هل في العالم هل ارتكبت إسرائيل إبادة شعب في قطاع غزة، هذا الأمر بحد ذاته يسبب خسارة لإسرائيل. في إسرائيل الشهر الأول كان هناك تباهٍ بأن الإعلام الدولي والأجنبي متماهن بشكل كبير جدا مع إسرائيل ومع الرواية الإسرائيلية. لاحقا على إثر المجازل المهولة التي تعرض لها قطاع غزة، بدأ تعاطي الإعلام الدولي مع الحرب على قطاع غزة يتغير من التماهي الكامل لإسرائيل وتبني روايتها إلى اتخاذ موقف نقدي من إسرائيل. والآن بحسب محللين إسرائيليين هذا التحول وصل ذروته بجلسة المحكمة بالأمس، خصوصا أن وسائل الإعلام الدولية تفاعلت بشكل كبير جدا مع الدعوة الجنوب أفريقية. كذلك هناك صدمة في إسرائيل لا تزال متواصلة حتى الآن من الدعاوى والقرائن والإثباتات التي
قدمتها جنوب أفريقيا، خصوصا أنها اقتبست مسؤولين إسرائيليين بارزين وأحضرت اقتباساتهم إلى هذه المحكمة. أحد المحللين الإسرائيليين الذين يتواجدون في لاهاي وصف الدعوة الجنوب أفريقية بأنها متقنة، بأنها عالية المستوى، وكانت تستند إلى إثباتات إسرائيلية وكانت مليئة بالتصريحات والإثباتات الإسرائيلية. والآن وظيفة الدفاع في إسرائيل، وظيفة هذا الوفد، هو إثبات أن هذه التصريحات مجتزأة عن سياقها، وهذا الأمر كان متوقعا. التصريحات الإسرائيلية اليوم، سواء الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أو نفي إسرائيل لارتكاب إبادة شعب، أو حتى القول أن التصريحات مجتزأة أو أنها مأخوذة من مسؤولين ليسوا ذوي قرار في إسرائيل، كل هذا الأمر كان متوقعا. حتى الآن إسرائيل لم تنجح لا في مفاجأة الرأي العام المتابع لهذه المحكمة، أو حتى في مفاجأة الإسرائيليين، لأنه كل ما يجري الحديث عنه أمام المحكمة جرى التطرق إليه خلال اليومين الماضيين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينما نجحت جنوب أفريقيا نتيجة لما أوردته من اقتباسات لمسؤولين إسرائيليين وللحجة التي دفعت بها في المحكمة، نجحت في مفاجأة الإسرائيليين والذين كانوا يتابعون هذه المحكمة. كذلك نقطة بارزة هي أن إسرائيل تريد أن تقول، ولا تزال تريد أن تقول، أن المشكلة هي في تصريحات السياسيين الإسرائيليين، وتدفع بمزيد من التصريحات من أجل معارضة التصريحات التي أوردتها جنوب أفريقيا. لكن المشكلة التي جرى التطرق إليها بالأمس في الدعوة الجنوب الأفريقية هي ليس فقط في تصريحات السياسيين الإسرائيليين، إنما أيضا في ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصف المشافي ويقصف المدارس كما رأينا خلال الفترة الماضية، وكما ركزت الدعوة الجنوب أفريقية بالأمس. المشكلة أو القضية التي تواجهها إسرائيل بالأساس الآن هي منع استصدار قرار من محكمة العدل الدولية يوقف الحرب على قطاع غزة، وهذا ما يجري التركيز عليه سواء في معظم المداخلات أو في معظم ردود الأفعال الشحيحة أصلا القادمة من إسرائيل. شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة، مراسل العربي، معنا من تل أبيب.